في غيابات، لكن العويس يعني كان علامة فارقة في المباراتين الأخيرة للمنتخب السعودي، أو معنى صح العويس داخل المباراة أبقانا في المباراة، يعني في منعطفات مهمة خصوصا في بداية المباراة كان في كورتين للمنتخب الصيني والياباني كان ممكن تغير شكل المباراة بالكامل. بكرة بديله فواز القرني، فواز قاعد يقدم في المستوى أو في الدوري المحلي مستويات مميزة جدا. خايف على هالخانة بكرة ولا لا؟ والله يشوف فعلا يعني سؤال ممتاز، والعويس فعلا يعني غياب مؤثر صراحة، غياب مؤثر، ولكن إن شاء الله زي ما ذكرت فواز، ونذكر الأمير عبد العزيز لما راح لفواز بعد المباراة حتنعكس أتوقع لها انعكاس كبير في مستوى فواز في المباراة الجاية. أيضا أخذ من الكابتن محمد لما قال لك في لعيبة في النادي هم مستواهم ما هو عالي، يجي في المنتخب العويس نفس الشيء، ترك مع الأهلي، أترك مباراة الهلال في بعض المباريات كان مستوى هابط، أخطأ في كم هدف، لكن شوف مع المنتخب ما شاء الله كم كلين شيت، مستوى ثابت، مستوى عالي. محمد العويس مركز ثقل في المنتخب السعودي. بكرة اختبار بالتأكيد لفواز، مباراة صعبة، لكن فواز أتذكر دورة الخليج السابقة هي ولا اللي قبلها أخذ أفضل حارس صحيح؟ يعني مفروض فواز خلاص، يعني ما نقول حارس جديد أو حارس، لا حارس لعب متمرس، وبالتالي إن شاء الله ما نخاف على هذا المركز. بكرة في الخطوط الخلفية في ثلاث غيابات صحيح، ياسر الشهراني، مادو، العويس، بديلهم متوقع فواز القرني، البليهي، سعود عبد الحميد. تحس أنه الانسجام ممكن بكرة يكون مشكلة؟ والله ممكن بصورة كبيرة، ترى خط واحد وخط الدفاع وحارس خط الخلفي، تغيير هذا الكبير بالتأكيد يعني يعتبر مشكلة في أي منتخب في العالم مش في المنتخب السعودي. لكن حنشوف بكرة إيش حيسوي المدرب، اللاعبين نفسهم كيف تفاعلهم، يعني حقيقة اختبار كبير للمدرب للاعبين شخصية اللاعب. بكرة مباراة شوف مع أستراليا، في أستراليا بالجمهور الكبير ده اللي بكرة نسمع عنه، اختبار الشخصية أكثر من الأمور الفنية، الأمور الفنية جدا مهمة، لكن شخصية اللاعب في هذه المواقف جدا مهمة، خاصة فواز القرني. فواز بكرة إن شاء الله تكون نجم المباراة بشخصيتك الكبيرة. شوف بعدين فواز ترى أنا أعتقد كذا، ترى ما أعرف فواز كثير، أعتقد فواز من اللعيب، شوف في الكورة يا بوجود في لعيب تعرف هذا الكلام، في لاعب اللي مو ما همه كذا، عارف كيف الحراس دائم كذا، هي الحراس من جد ناصر الشمراني عارف ما همه، يعني الدنيا مقلوبة هو هذه يروح يجري، في لاعب ما همه، في لاعب يفكر كثير صح يفكر ويفكر في اللاعب الفلان، يفكر في المركز الفلان، في لاعب ينزل لك هذا اللاعب مرتاح ترى، لأن التفكير مهم التفكير للإنسان، لكن أحيانا يضع عليك ضغوط. فواز أعتقد من هذه النوعية، وإن شاء الله الخطأ اللي أخطأه في المباراة الأخيرة منتخب يكون حافز له أنه يكون نجم المنتخب السعودي بكرة، يعني خط الدفاع أيضا بالتأكيد إن شاء الله.